ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية ومساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، بعد التحية، دفعة جديدة للعلاقات المصرية الأوزبكية وزيارة رئيس أوزبكستان شوكت ميرزييف لمصر التي تعد الأولى من نوعها لمصر، بتستمر لمدة يومين. التعاون المصري الأوزبكي على كافة الأصعدة من خلال هذه الزيارة، كيف تصفه؟ يعني هي فعلا زيارة مهمة، لأن هي ردا على زيارة الرئيس السيسي لأوزبكستان في 2018، لكن هي دي زيارة يعني الثالثة لرئيس أوزبكستان. سبق أن زار الرئيس الأسبق في التسعينات ثم في 2007، فدي تعتبر ثالث زيارة لرئيس أوزبكستان، لكن أول زيارة للرئيس شوكت ميرزييف. الرئيس ميرزييف معه وفد من رجال الأعمال، وده الهدف منه، إن هو يعني تبقى التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية متكافئة أو متساوية مع العلاقات الثقافية، لأن مصر بيربطها بأوزبكستان علاقات ثقافية قوية، بالذات في الناحية العلاقات الثقافية الدينية والفقه الإسلامي. كما نذكر البخاري جاي من مدينة بخارى في أوزبكستان، وده بيعتبر يعني بالنسبة لمصر من أشهر الكتب اللي بتحوي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فده يعني بيجعل فيه رابط خاص بين الأزهر وبين أوزبكستان. وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الطيب زار أيضا أوزبكستان وكان استقبال حافل له. بالنسبة للعلاقات التجارية، بيتم بحث كيفية التغلب على مسألة إن أوزبكستان شأنها شأن معظم الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي، دول مغلقة ليس لها شواطئ، فبالتالي هنا يعني كيفية نقل هذه البضائع، وهم الآن يسعون إلى عمل خط سكة حديد من أوزبكستان إلى شواطئ باكستان، بحيث إن هو يسهل صادراتهم إلى منطقة الخليج ومنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة. بيتم بحث بإمكانية الدخول في مشروعات مشتركة. هم يعني متقدمين زي مصر في مسألة صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وأيضا بيتم استيراد بعض المنتجات دي منهم، وبنسدد لهم أيضا منتجات مصرية. لكن في أمل في زيادة حجم التبادل التجاري. طبعا إلى جانب الناحية الاقتصادية، سيتم التبادل وجهات النظر بشأن القضايا اللي تهم الطرفين، وأهمها أزمة الغذاء وأزمة الطاقة المترتبة على الحرب الأوكرانية. صحيح. وكيفية إيجاد مخرج، يعني تبادل الآراء، هل هذه الحرب ستستمر لمدة طويلة؟ لأن رأينا في مؤتمر الأمن لميونخ إن ما فيش بوادر في الكلام عن حل سياسي. فهنا بيبقى دي يعني الدول تستعد إنها تكون يعني لديها بدائل لأزمة الغذاء وأزمة الطاقة. أيضا بالنسبة للقضايا السياسية، يعني أوزبكستان بتؤيد دائما الحلول السلمية، وهذا بيتوافق مع موقف مصر من حل الأزمات بالطرق السلمية وفقا لقرارات الأمم المتحدة واحترام القانون الدولي. صحيح. طيب، يعني هنا نتحدث سيادة السفير عن علاقات ممتدة شعبية ورسمية. كما ذكرت حضرتك، هناك يعني أوزبكستان لديها الجالية الأوزبكية في مصر، أيضا مصر هناك علاقات وطيدة، لكن هنا نتحدث عن تدعيم العلاقات السياسية والعلاقات التجارية. كيف يمكن تحقيق ذلك في الفترة المقبلة؟ يعني هو في المرحلة الحالية، يعني عشان بيبقى في منافسين، لأن هو دايما في التجارة بيكون بنبحث عن السلعة الجيدة بأسعار مناسبة. صحيح. فإذا استطاعت البلدين مصر وأوزبكستان إن هم يرتبوا تبادل صفقات تجارية هيضاف إليها سعر الشحن بالقطار، لأن هي بتنقل من شواطئ باكستان إلى أوزبكستان، فبالتالي هنا في ده يكون تطور جديد. ايضا بالنسبه للاستثمار، يعني ده ممكن الدخول في مشروعات استثمار مشترك
في البلدين سواء في مصر أو في أوزبكستان. بالنسبة أيضا لمسألة الأمن الغذائي، هل من الممكن أن بعض منتجات أوزبكستان الغذائية تتبادلها مع مصر بما لدينا احنا في فائض في بعض ماذا عن قطاع الطاقة تحديدا سيادة السفير؟ هو قطاع الطاقة يعني هذه المنطقة فيها يعني زي ما نقول تكامل، لأن في دول بتنتج الغاز وتصدره عبر تركيا وعبر دول أخرى إلى أوروبا، فبالتالي هو أقرب ليها إلا إذا كان الغاز المسال. يعني إحنا بدأنا تصدير الغاز المسال، ففي هذه الحالة هيكون من السهل تصديره ليهم إذا كانوا هم في حاجة إلى هذا، ويكون أرخص مما لو استوردوه من جيرانهم الآخرين. بشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية الأسبق.